بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه موتور 1.6 HD ريفريجيرون سموه احنا او ريفروديسير او يعني قطعة هادية يمشي في وسط الزيت والماء. ديما هادية ساعات يتسبب المشكلة متاعها، ساعات يمشي الزيت للماء كي تخرب هي من داخل وتفسد، يمشي الزيت للماء يعني تلقاه في الماء. بالنسبة للكابتير متاع الديماراج سونسيت يجي الأغلبية كلهم هنا تحت البولي متاع الموتور. اهو شفتوه من جاي، هذا الكابتير متاع الديماراج متاع الـ 1.6 HD. شفتوه من يجي كابتير ديماراج يجي على البولي من قدام، مش كيما الكرهبخين على الفولون من تل. هذا كابتير ديماراج متاع الـ 1.6 HD، اهو هذا موجود من هنا.